الشرق الأوسط الجديد، مصطلح تم تداوله بقوة بالتزامن مع تصدر جماعة الإخوان الإرهابية المشهد السياسي في مصر، إذ حملت الجماعة أجندة خارجية تنطلق صفحاتها الأولى من السيطرة على مصر لرسم ملامح الشرق الأوسط الجديد. لكن أقدار شعب مصر أبت إلا أن تحطم تلك المخططات على صخرة ثورة 30 يونيو. واليوم وفي الذكرى 11 للثورة، فإن التقارير الصحفية تتحدثت عن أن ثورة 30 يونيو لم تكن مجرد لحظة عابرة عكست غضب وسخط المصريين واستيائهم من نظام متطرف، ولكنها كانت تعبيراً عن الشعور بالانتماء للوطن والولاء لقيمه. 40 ساعة كفرصة أخيرة. لقد خلقت ثورة 30 يونيو اتجاهاً مناهضاً للإسلام السياسي في جميع أنحاء العالم العربي، حيث ينظر معظم مواطني العالم العربي الآن إلى هذا الفصيل باعتباره مصدراً للمشكلات الاقتصادية والصراع الطائفي والفوضى السياسية. وفي 30 يونيو 2013 كان خروج المصريين احتجاجاً على حكم الإخوان مبنياً على أساس عام كامل كادت تصل الدولة المصرية خلاله إلى شفا الحرب بسبب المخططات التي كانت تنوي جماعة الإخوان الإرهابية تنفيذها لتسطر خريطة جديدة لشرق أوسط جديد، وهو ما كشفه المحللون والمختصون بالإسلام السياسي الذين أكدوا أن أذرع الجماعة في الوطن العربي ما كانت لتتحد لولا نجاح المشروع في مصر، والذي يعد مرجعه الأساسي الولاء للجماعة، الجماعة التي بلا وطن. فإن فكرة الوطنية عند جماعة الإخوان الإرهابية منعدمة تماماً، فالوطنية لديهم للجماعة وليس لتراب الوطن والأرض، وهذا ما يفسر تمددهم في بلدان عدة وعلاقاتهم القوية بأجهزة الاستخبارات الغربية. أجهزة الاستخبارات الغربية التي وضعت مخططاً لشرق أوسط جديد لم تكن تعلم أن الشعب المصري لديه من الكفاءة والجدارة ما يمكنه من رفض الاستبداد وكشف الأدوات الغربية التي آثرت أن تجعل مصر منطلقاً لدسائسها من خلال ثورة 30 يونيو، الصخرة التي تحطمت عليها آمال الغرب والجماعة الإرهابية. ثورة بدأت من بعدها الدولة المصرية في عام 2014 عهداً من الاستقرار السياسي والنهوض الاقتصادي وسط تحديات جمة أبرزها محاربة فلول التنظيم الإرهابي وآلته الإعلامية، حتى وصلت مصر إلى مكانة كبرى أهلتها لفرض سيادتها على المجتمع الدولي والغرب الذي رضخ لمتطلبات المرحلة وآثر التعاون مع الدولة المصرية بدلاً من التخطيط لتفكيكها عن طريق أدواته المكشوفة، لتستعيد مصر دورها الرياضي في الشرق الأوسط وإفريقيا والعالم بأسره.